نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. صحة إقليم كردستان تقرع ناقوس الخطر وتعلن السلالة الجديدة تنتشر بسرعة، ووزارة التخطيط تؤكد أن إنتاج التمور ارتفع بنسبة 15% خلال 2020. وتمثال لنتنياهو بوضعية القرفصاء وسط تل أبيب، والشرطة تدخلت لإزالته وصاحبه مجهول. 8 قتلى في إطلاق نار بمراكز تدليك في ولاية جورجيا، وهوندا تعلق بعض إنتاجها في جميع المصانع الأمريكية والكندية.